تشيل الباب. احمد شوي. بعدين فك اللي فوق. خليني افك اللي فوق. هلا فكنا فتحناه. ايه. هذا بعد الجوال. ايه. ما تبي تعود عليها خلاص. خلاص يعني إيه. أنا بس أعرف الفكرة عشان لا دق إيه. علي إلا علمه إن شاء الله. شوف. بسرعة يجي. يصير خفيف علي. إيه. الله أنا أنا عليه. طبعا احمد تكون العمود هذا اثناء صفطه تكون إيه البدايه من هنا يصفط العمود هذا ايه انه لا ابغى يصفطه يطقه اذا ما رجع اذا ما رجع اذا ما رجع لكن هو طبيعي إيه. يرجع إيه مع المرونه ترى يروح زين ممتاز الحين الجهاز ما شاء الله ما شاء الله ويرجع يرفع وهذا اي خلاص عرفنا يا ابو خلنا نترجع رجع خلاص لا خلنا هذا يصفط على فوق دائما لا منه جاي يقفلها لازم 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 يسبب له مشاكل يسبب له مشاكل لا يضغط على هذا السن هنا يضغط على ما ينصل صح؟ ايه خلاص